أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. أفاد مقربون عن وفاة الأديب والصحفي والمؤرخ البارز سعيد الجناحي، وقال مقربون أن الجناحي توفي صباح اليوم الجمعة، ويعد الجناحي من أبرز مؤسسي الصحافة الوطنية في اليمن، وأحد مناضلي ثورة سبتمبر وأكتوبر، وأحد أبرز قادة الحركة القومية العربية باليمن. الله يرحمه ويتغمد بواسع رحمته، ويسكن فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. خالص التعازي القلبية لوفاة الأديب والصحفي والمؤرخ البارز سعيد الجناحي. ادعوا له بالرحمة والمغفرة في التعليقات.